قال عليه السلام: أما مالك فلا نريده، وهو موفر عليك، وإنما طلبت ما أخذ منا لأن فيه مغزل فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله، ومقنعتها وقلادتها وقميصها، فأمر برد ذلك، وزاد فيه من عنده 200 دينار، فأخذها زين العابدين وفرقها في الفقراء والمساكين. وفي رواية: إن يزيد قال لعلي بن الحسين عليهما السلام: إن شئت أقمت عندنا فبررناك، وإن شئت رددناك إلى المدينة. فقال: لا أريد إلا المدينة. ثم إن يزيد لعنه الله أمر برد السبايا والأسارى والوسارى إلى المدينة، وأرسل معهم النعمان بن بشير الأنصاري في جماعة. فلما بلغوا إلى العراق قالوا للدليل: مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول صلى الله عليه وآله قد وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام، فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المأتم، واجتمع إليهم أهل ذلك السواد، وقاموا على ذلك أياما. وعن كتاب بشارة المصطفى وغيره بسنده عن عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه زائرا قبر الحسين عليه السلام. فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات، فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صر فيها ساد: فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق يا ربنا بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة، بحق الصلاة على محمد وآل محمد.